اجينا اجينا السلام عليكم. هذه مبادرة حسنة، وكنتمنى تعمم جميع أنحاء المملكة، لأنها كترجع بالنفع للشبان ديالنا اللي كتحميهم لا من مخدرات لا من انحرافات. وأنا جيت سعيد بوجودنا في طنجة باش نكون واحد من اللي حضر الافتتاح، وكنتمنى إن شاء الله الرحمن الرحيم من الخير للجميع. نورتينا الزكي، الله ينورك. الكابتن ديكيب